كان مدير الفني لفريق مواليد 2004 بالنادي الاهلي. يا كابتن ياسر مساء الخير والف مليون مبروك. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ امير؟ امير. اه انا امير معاك. لك امير. ربنا معانا الاستاذ محمد الوسي تحياته لحضرتك. اهلا بيك انت استاذ محمد. اهلا بيك يا كابتن ياسر. الف مبروك طبعا على مباراه اليوم، نتيجه كبيره جدا وزي ما سمعنا كده اداء كان رائع. ازاي استعديت لهذه المباراه يا كابتن ياسر؟ الحمد لله. انت عارف مباراه الاهلي والزمالك دي مباراه بتبقى لها يعني طبقه ولها اهميه خاصه عند جمهور الاهلي والزمالك، حتى لو مواليد اي مواليد في اللعبه او اي مرحله فنيه او في جميع الالعاب. بس الحمد لله يعني لعبتنا كانت رجاله وكانت على قد المسؤوليه وانت عارف اللي في تعاون بين الكابتن فتحي لينا كمدير قطاع وكابتن هشام حنفي موجودين، ناس بتساند بشكل كويس جدا لينا وساند القطاع بشكل عام. الحمد لله يعني النتيجه بالنسبه لنا نتيجه انا بعتبر هم ثلاث نقط من ثلاثه بهم. تمام. بس انت عارف بلعب على بطوله دوري وبطوله مسابقه، احنا بنلعب لغايه البعيد اللي هو بطوله 2004 ان شاء الله باذن الله. بس ما فيش شك برضه مكسبنا مع فرقه الزمالك، فرقه محترمه ونادي محترم، نتيجه نادي الزمالك برضه بتبقى حاجه لينا كويسه، وانت عارف اللعيبه برضه بنعوض، احنا خسرنا عندهم هناك 2-0 هناك، فلازم كنا ناخد لازم كنا نكسب، ونتيجه هناك ترضي جمهور النادي الاهلي وترضي النادي بشكل خاص يعني. عدد الاهداف كان كبير يعني 4-1، دي نتيجه كبيره يا كابتن ياسر، هل ده كان بسبب الهدف المبكر اللي بعد 7-8 ثواني ولا بسبب خلي بالك انا بعتبر 4 مع الرافه يعني ده تقريبا في الفريق الزمالك، بس احنا كنا يعني موفقين كويس جدا. وراح مننا اهداف كتير، بس عادي وارد في كره القدم ان انت ممكن تضيع اجوان يعني. اكيد. بس الحمد لله في الاول وفي الاخر يعني النتيجه اعتقد نتيجه يعني بالنسبه لنا تتعبنا احنا كجهاز فني يعني. ما برضو عايز اسال حضرتك بخصوص الاربع اهداف، يعني الهدف المبكر هو اللي فتح المباراه ولا هي سياسه الجهاز الفني ان انت كل ما يجي لك فرصه تهدف تهدف؟ خلي بالك انت ده اسرع هدف جه اعتقد في التاريخ يعني. بالظبط. استنفرت جبت جون. ما فيش ما بالظبط بعد 7 ثواني اعتقد يعني. فدي برضه فتح معانا الجيم، وبعدها ما فيش 5 دقايق برضه جبنا الثاني. يعني شفنا وانا من 2-0 والحمد لله جبنا يعني كانت الحمد لله احنا كان كارفين عليه جدا واللعبة كانت مركزه جدا وكانوا على قد المسؤوليه. وفعلا انا حتى قلت لهم هو النادي الاهلي كده، احنا دلوقتي الفضل ده المركز الاول، ما ينفعش يعني النادي الاهلي ما ينفعش يتنازل غير المركز الاول، لو احنا ما خدناش المركز الاول بقينا زينا زي اي فريق، حتى لو خدنا مركز ثاني ثالث خلاص زي الاخير بالنسبه لنا. لكن احنا لازم هدفنا طبعا نكسب الزمالك ده بالشكل، وفي نفس الوقت ناخد البطوله، ده الحاجه الاكبر ان شاء الله باذن الله. الجزئيه الاخرى كمان متعلقه بالعدد الاهداف يا كابتن ياسر، واحنا بنشوف مثلا الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي تحديدا لما بيكسب مباريات ساعات بيكسب 3 و4 و5، هل هي سياسه خاصه بالفرق كره القدم في النادي الاهلي بشكل عام وفي تواصل مع القطاع الناشئين وكده ولا الامور ايه؟ بص يا امير انا السمات الشخصيه بتاعتي وانا بلعب انا كنت بحب الكره الهجوميه. حلو. عن نفسي. انا بحط وبأزرع اهداف في اللعيبه في تلعبات النادي الاهلي. كويس. انا ما بحبش الكره الدفاعيه، انا ممكن ما بميلش لها عموما. انا بميل للكره الهجوميه عموما. كويس. وانا بلعب وانا بشتغل في التدريب مايل للجزء ده قوي يعني. الحمد لله. ازاي كمان برضو انت عارف اللعيبه بتقرا برضو اكيد بيبصوا على اللعيبه في الدرجه الاولى. كويس. وبرضو بالنسبه لهم تبقى قدوه. طبعا. وعايزين يعملوا نتائج برضو زي اللي الدرجه الاولى بيعملها اكيد. طبعا. اللعيبه عندهم طموح ان النادي الاهلي المفروض يكسب 3-4، هم بينهم وبين بعض يقول لك احنا مش اقل منهم، احنا برضو لازم نظهر بشكل كويس، كل ده موجود وارد في الكوره يعني. اللي جاي بالنسبه لكم ايه يا كابتن ياسر؟ المباراه القادمه واستعدوا لها ازاي؟ انا بعتبر المباراه يا امير اللي فاتت دي مباراه الزمالك 3 بونت زي اي مباراه طبعا. عندنا الجونه، عندنا الدوري طويل لسه، عندنا الجونه وعندنا ولسه عندنا الانبي وعندنا الانتاج وعندنا سموحه والحرس، لسه الدوري طويل يعني. بس الحمد لله يعني انت عارف كان دفعه معنويه كويسه قوي لينا الجهاز واللعيبه، واللي احنا ان شاء الله عندنا تصميم واللعيبه واعدين ان شاء الله ان احنا ناخد بطوله باذن الله. باذن الله. الف مليون مبروك يا كابتن ياسر وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن ياسر ريان المدير الفني لفريق 2004 بالنادي الاهلي والفائز منذ لحظات على نادي الزمالك بنتيجه كبيره جدا 4-1 في بطوله دوري الشباب.